السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انتم تكونوا بافضل حال واتم صحة الجولة 17 بتشهد مباريات قوية ما بين فرق قوية مباريات متعلقة بها مصير مدربين فنيين زي لامبرد اللي هو في كلام ان هو لو اتهزم قصاد السيتي هيكون دي اخر مباراة ليه وهيبتدوا يفكروا في البديل مكانه او مباريات متعلقة بالصدارة طبعا والضغط الموجود على ليفربول بعد فوز مانشستر يونايتد واني بي معاه في الصداره ومشاركه للصداره بنفس عدد النقاط قصاد فريق ايضا بيعرف يلعب يمكن قصاد الكبار زي فريق ساوس فيلا بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناه وتعالوا بينا نتكلم عن اهم مباريات الجوله 17 من الدوري الانجليزي الممتاز بالطبع اي مشجع قبل مباراه قويه لفرقته بيبقى ذهنه مشغول بحاجات كتيره بالمباراه دي هو احنا نقدر نفوز ولا لا هل هم يقدروا يفوزوا علينا ولا لا لازم نخلي بالنا من اللعيب الفلاني عندهم لانه لعيب قوي جدا وبيقدر انه يخلق خطورة على اي فريق لازم ان احنا اللعيبة بتاعتنا فلان وفلان يركزوا لان هم اللي يقدروا يجيبوا الفوز وحاجات كتير بتلاقيها بتدور في دماغ المشجع قبل المباراة القوية والحساسة بتاعة فريقه لكن لو انت زي مثلا فريقك لعب وخلاص خلص وفاز وتمام وميت فل و14 فتبقى انت قاعد مستريح وبتتفرج على بقية الجولة مش مهم عندك هو مين يفوز ولا مين يتغلب لكن المهم عندك ان انت تتمتع بكورة وان انت تشوف كورة جميلة جدا بتقدم من الفرقتين اللي بيلعبوا مع بعض وده بينقلنا للمباريات القوية اللي هتتلعب في الجولة 17 اول مباراة معانا هي مباراة تشيلسي قصاد مانشستر سيتي في الاستانفورد بريدج وبتكمن قوة المباراة دي انها بين فرقتين تقال من التوب 6 انها كمان منوط فيها مصير مدرب زي لامبرد اللي فيه كلام كتير عليه ان هو غالبا ممكن يمشي من تشيلسي ويدوروا على حد غيره وان ممكن تكون حتى المباراة دي هي اللي قسمت ظهر البعير القشة التي قسمت ظهر البعير ويقال بعدها لامبرد اما الناحية التانية بالنسبة لجوارديولا فطبعا جماهير السيتي شايفه ان في صحوه بالنسبه للسيتي في الاونه الاخيره وعايزه الصحوه دي تستمر عشان يقربوا من المتصدرين بتعود الدوري الانجليزي وشايفين ان هم يقدروا ينافسوا فريقهم يقدر ينافس على الرغم من الغيابات اللي في الماتش ده وعايزين يشوفوا ايضا مردود الفريق في ظل الغيابات واللي تعتبر اغلبها اساسيه او اربعه منها على الاقل يعتبروا اساسيين وهما وولكر وادرسون وعندك كمان خيسوس وعندك كمان كانسيلو، دول الأربع لعيبة يعتبروا أساسيين وفران توريس بالنسبة لي أنا ما يعتبرش أساسي، يعتبر لاعب بيداور مع الفرقة وبينزل مكانه محرز ومرة بينزل هو مكان محرز فعشان كده ما حسبتوش قصاد الأساسيين. مباراة قوية ما بين الفرقتين ويمكن الإحصائيات بتوضح لنا القوة بتاعة المباراة دي فلما تعرف ان اخر مباراتين ما بين الفرقتين على ارضية الاستامفورد بريدج استطاع تشيلسي ان هو يفوز بيهم بل ان اخر خمس مباريات ما بين الفرقتين بيستطيع المضيف الفريق المضيف ان هو يفوز بالمباراة دي واخر عشر مباريات ما بين الفرقتين ما عرفتش طعم التعادل اربعة فوز لتشيلسي وستة فوز لمانشستر سيتي تشيلسي اللي في بداية العام وفي آخر أربع مباريات ما بيحققش أي فوز بيتعادل ثلاث مرات وبيتهزم في مرة وحيدة على الجانب الثاني بنلاقي أن السيتي في آخر ثمان مباريات في بداية العام بيفوز بيها جميعا بعد ما تهزم قصاد ساندرلاند فمباراة قوية، مباراة بتكمن طبعاً كمان في اللعيبة اللي متواجدة في الفرقة دي والفرقة دي، وطبعاً لو حبينا نركز لازم نركز على لاعبين مهمين واللاعبين دول مشكوك في لعبهم ولكنهم أهم لاعبين في الفرقتين، بالنسبة لتشيلسي فهناك حكيم زياش طبعاً وبالنسبة للسيتي فهو الكون أجويرو، بالنسبة لزياش بنشوف وتحس إن تشيلسي مع زياش فريق تاني خالص وبدون زياش خلاص ايه دي ايه خالص يا جدعان خالص ما تغلطوناش في الكلام ومع زياش مع زياش وبدون زياش فرقه مختلفه جدا بالنسبه لتشيلسي مع زياش بتحس ان الفريق كده مترابط ومتناسق والفريق كده واخد على بعضه ومنسجم وبيعمل مباريات قويه جدا وده راجع لاني عمنا زياش بيربط ما بين الخطوط زياش بيحب يلعب اللعب المباشر نحو المرمى زياش ما بيحبش ان هو الاتلاتة اللي هو حط الكورة في رجلي واقعد بيها وقت لا لمسة ولعبة مباشرة وتحرك وخد مكان وده راجع اللي طبعا زي ما قلنا المنظومة بتاعت اياكس اللي جاي منها زياش واللي كانت متعودة على الموضوع ده لكنه ما هوش السلاح الوحيد بالنسبة لتشيلسي في اسلحه تانية بالنسبه لتشيلسي ولكن ده اهم سلاح في نظري في المباراه دي لو لعب الاسلحه التانية بالنسبه لتشيلسي فعندك ماونت عندك بوليزيتش عندك فيرنر وبالذات هو لامبرد هيختار مين المهاجم قلت قبل كده في نظري ان لما يبقى جيرو هو المهاجم ووراه فيرنر شادو سترايكر تشيلسي هياكل من وراهم الذهب لكن لحد الان ما اتعملتش الحكايه دي لما بتتعمل بيبقى المهاجم هو ممكن جرو او حتى ابراهام وبيبقى فيرنر واخد الجنب الشمال وتلاقي بوليزيتش واخد الجنب اليمين على الرغم من ان الاثنين دول بوليزيتش بيتالق في الجانب الشمال وايضا فيرنر بيتالق في الشادو سترايكر او المهاجم الوهمي وده اللي كان بيلعبه مع لايبزيج وكنا بنشوف ان فيرنر الراجل قادر يسجل اهداف كتير وده بينقلنا للمفاتيح اللي اتكلمنا عليها او المفتاح الاهم اللي اتكلمنا عليه بالنسبه للسيتي الكون اجويرو الكون اجويرو عاشق لشباك تشيلسي الكون اجويرو في اخر 20 مباراه او في ال 20 مباراه اللي هم لعبهم قصاد تشيلسي قدر انه يسجل 15 هدف ويعمل ثلاثة اسيست ولو خدنا مباريات الدوري فقط لغير غير الدوري الانجليزي هنلاقي ان اجويرو لعب قصاد تشيلسي 14 مباراه سجل فيها 10 اهداف وعمل فيها اسيستين فالراجل بيكون مؤثر جدا بالنسبه لهجوم السيتي قصاد تشيلسي الفرقتين بيلعبوا على الاستحواذ بنشوف ان دي فلسفه جوارديولا وايضا لامبارد بيحب ان فرقته تستحوذ فمين اللي هتكون ليه الغلبه لاني ما اعتقدش ان في فريق منهم هيتراجع للاخر ولكن هو فريق هيقدر يفرض سطوته على الفريق الاخر، الفرقتين بيعانوا في الجانب الدفاعي بالنسبه لتشيلسي او حتى لمانشستر سيتي، والفرقتين بيمتلكوا من الهجوم الشيء الكبير، لو جيت تعد في تشيلسي زي ما قلنا هتلاقي فيرنر زياش، تلاقي عندك بوليزيتش، تلاقي عندك ماونت، الناحيه الثانيه برضه ستيرلينج، عندك اجويرو، عندك محرز، عندك دي بروينة. فالفرقتين مليانين باللعيبة لكن هل اللعيبة اللي مش هتلعب من مانشستر سيتي هتأثر بالسلب ولا بالإيجاب على السيتي ممكن البعض يقول لك يعني يا عمي هو مثلا وولكر مش المدافع اللي هو لكن الراجل سريع وبيقدر يرتد ويقدر يساعد في الهجوم والكلام ده وخيسوس مش هو المهاجم القوي انت عندك اجويرو افضل منه ولكن اجويرو حتى الان الراجل مصاب لفترة طويلة وكل ما يرجع مش قادر ان هو يلعب ال90 دقيقه ايضا لو اتكلمت على بقيه اللعيبه ممكن تقول الحارس اديرسون ان السيتي ما عندوش حارس بديل وحتى كانسيلو اللي هو في الماتشات الاخيره بنلاقي ان هو بيعمل حاجات كتيره للسيتي او بيعمل بيبذل مجهود وبيقدر ان هو يطلع منه حاجه كويسه فدول اللي ممكن يكونوا مؤثرين بالنسبه للسيتي مباراه اعتقد ان السيطره فيها حتتجه نحو السيتي ولكن تشيلسي من الفرق اللي بتعرف تخلص نفسها كويس قصاد بالذات السيتي خلونا ننتقل للمباراه الثانيه معانا وهي مباراه ساوثهامبتون قصاد ليفربول ليفربول اللي هيكون عليه ضغط كبير جدا خصوصا ان هو عايز يفوز بعد مباراتين اتعادلهم ما قدرش ان هو يحقق فيهم النتائج المرجوه والنقاط الثلاث في اخر جولتين وايضا الضغط الواقع من مانشستر يونايتد بعد مشاركته للصداره لليفربول بعد الفوز على استون فيلا فهل هيقدر كلوب ولاعبيه ان هم يتخطوا عاقبه هازن هاتل ولعبته ولا هيكون لرالف هازن هاتل حاجه تانية او رأي آخر خصوصا أن ساوس هامبتون قصاد رقم قياسي لو فازوا على ليفربول هيحققوه فتعالوا نخش على الإحصائيات اللي بتميل ناحية ليفربول عشان نعرف إيه هي الإحصائيات دي وإيه الرقم القياسي اللي ممكن يحققه ساوس هامبتون أول إحصائية معانا لك أني ساوثهامبتون اخر مره فاز فيها على ليفربول كانت في سنه 2016 ومن بعدها لعبوا 8 مباريات ما بين الفرقتين فاز ليفربول في مباراتين فتعادل ليفربول وساوثهامبتون في مباراتين وفاز ليفربول في 6 مباريات ما بين الفرقتين بل ان في 6 مباريات من 8 دول استطاع ليفربول ان هو يخرج بشباك نظيفه من المباراه دي ساوث هامبتون اللي ما بيعرفش الفوز قصاد السته الكبار في الموسم الحالي لعب خمس مباريات تعادل في مباراتين وتهزم في ثلاث مباريات ساوث هامبتون اللي السنه اللي فاتت في بدايه العام قصاد توتنهام استطاع انه يفوز لكنه ما عملش فوزين متتاليتين في سنتين ورا بعض من سنه 2002 2003 وكان احدى الفوزين دول على توتنهام ايضا ليفربول اللي بنلاقي ان هو بيتعادل في اخر مباراتين واخر مره حصل الموضوع ده ان هو يتعادل في ثلاث مباريات كانت في موسم 2015 2016 وثالث مباراه كانت قصاد ساوثهامبتون هامبتون ذات نفسه. الفرقتين على مستوى الدوري الانجليزي الممتاز جمعتهم ست مباريات في شهر يناير كان الغلبه فيهم لثلاثه ليفربول واثنين لساوثهامبتون هامبتون واحدة انتهت بالتعادل وكان في مباراة واحدة ما بين الستة دي كانت في بداية السنة وفاز بها ليفربول ولكنها كانت على أرضية الأنفلد أيضا أكبر نتيجة ما بين الفرقتين تحققت في شهر يناير وكانت فوز ليفربول بسبع أهداف مقابل هدف واحد المدربين أيضا رالف هازن هاتل وكلوب ما بينهم أربع مباريات في ثلاثة منهم في الدوري الانجليزي وواحدة منهم في الكاس بتاع المانيا ما قدرش رولف هازن هاتل ان هو يتفوق على كلوب في اي مباراه منهم وخسر الاربع مباريات دول، لكن هتقول لي طب يا عم امال فين الرقم القياسي اللي انت بتتكلم عليه بتاع ساوس هامبتون؟ هقول لك ان ساوس هامبتون لو فاز على ليفربول فهيبقى هو الفريق الوحيد اللي قدر انه يفوز على السبع فرق اللي حققوا الدوري الانجليزي الممتاز بمسماه الجديد في العام اللي بيلي تتويجهم يعني بمعنى ان هم ياخدوا الدوري في سنه والسنه اللي وراها على طول يروح لببهم عمك ساوث هامبتون وفايز عليهم حصل مع كل الفرق اللي خدت الدوري الانجليزي الممتاز حتى وان كان لمره واحده زي بلاك بيرن وزي ليستر سيتي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وكل دول اتهزموا في السنه اللي بتلي تتويجهم بالنسبه لساوث هامبتون تهزم قصاده مباراه قويه ما بين الفرقتين مباراه المفترض ان هيركبها ليفربول وهيحاول ان هو يبحث عن الفوز والثلاث نقاط اولا عشان يفرق عن غريمه مانشستر يونايتد ايضا عشان يرجع لسكه الانتصارات اللي هو ليه جولتين زي ما قلنا مش عارف طريقها ولكن هل استطاع كلوب انه يعد لعبته الاعداد الجيد لاني اكيد مع ازدحام المباريات في ارهاق بالنسبه للعيبه سواء ذهني او بدني وده بان في اخر مباراه قصاد نيوكاسل على الناحيه الثانيه ليفربول الغلابه زي ما سميته قبل كده ساوثهامبتون ازاي هيتعامل رالف هازن هاتل مع قوه ليفربول واعتقد ان يعني ساوس هامبتون ممكن نقول ان هو فريق يقدر يلعب تحت الضغط كويس مع اتنين مهاجمين موجودين عنده شيا ادمز وانجز اللي كان بيلعب في ليفربول قبل كده وانتقل للساوث منهم هنشوف ايه اللي هيحصل من اللاعبين دول لانهم لاعبين خطر جدا وساوثهامبتون من الفرق اللي بتلعب يعني بخطوط مفتوحه وصاد الفرق الكبيره ويمكن ده سبب كان اطلاق عليه ليفربول الغلابه ان هو بيفتح خطوطه شفنا الكلام ده قصاد توتنهام قصاد مانشستر يونايتد قصاد آه تشيلسي ولكن فريق بيعرف يهدف فريق بيعرف يحط جوان يعني كان في قدام توتنهام هو بيبادل الاهداف مع توتنهام لحد لما ابتدى توتنهام يركب الماتش ويخلص الماتش 5 2 قصاد اليونايتد ايضا قدر ان هو يتقدم على اليونايتد ولكن بعد كده قدر اليونايتد انه يخلص المباراه قصاد تشيلسي بعد تقدم تشيلسي عليه استطاع ساوس هامبتون ان هو يرجع في المباراه ومباريات تانية كتير بنلاقي ان ساوس هامبتون بيستقبل اهداف في الاول ولكنه بيعرف يرجع في المباراه دي مباراه هتكون فيها السيطره ليفربول والهجمات المرتده هي لساوس هامبتون مباراه هيبقى فيها الكي بلاير الاول بالنسبه ليفربول هو ساديو ماني اللي جاي من ساوس هامبتون ليفربول والناحيه الثانيه داني انجز اللي جاي من ليفربول هامبتون زي ما تقول كده مباراه اللعيبه قصاد فرقها القديمه هي هتعمل ايه؟ ايه المتوقع؟ هل هيكون في تاثير قوي على اللعيبه دي بسبب ان هي بتلعب قصاد فرقها اللي قبل كده وتلاقيها ما بتاديش ولا هتقدر اللعيبه دي ان هي تادي اداء جيد جدا وتثبت خطا ممكن يعني داني انجز يثبت خطا كلوب في انه يستغني عنه ويبيعوا السهام هامبتون، لكن اعتقد في نظري انا ان رولف هازل هاتل مش هتفرق المباراه دي عن المباريات اللي قبل كده وهينهزم للمره الخامسه قصاد يورجن كلوب عشان يستطيع يورجن كلوب يخرج من دوامه التعادلات اللي حصلت معاه في الجولتين اللي فاتوا ويرجع لسكه الانتصارات تاني ويبتدي بقى يحضر للماتش الكبير اللي هيكون ما بينه وما بين اليونايتد في الجوله اللي بعد اللي جايه اللي هي الجوله 19 لان المفترض ان ليفربول في الجوله 18 هيكون بلانك وكان المفترض ان اليونايتد ايضا هيكون بلانك ولكنه هيلعب المؤجله مع بيرلي في الجوله 18 وبس يا سيدي ده كان كل اللي عندي عن اهم المباريات في الجوله 17 بس المهم عندي رايك انت تقوله لي في الكومنتات على المباراتين اللي احنا اتكلمنا عنهم تتوقع مين تكون له الغلبه ومين اللي يقدر يحقق النقاط الثلاث من المباراتين دول ولا المباراتين هينتهوا تعادل او احداهما تنتهي بالتعادل اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته